عطش حر تراب مغاط الوجوه هذاك اليوم مو يوم صعب كلش تجب بالك عناوي التعب ما خيت متشان بكل الوجوه نحيل وذاب لوجوهي القرائي هذاك اليوم يركض كل شي موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. أواسي سيدي ومولاي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف باسمي وباسم أهالي كربلاء وكل الموالين والغالين على سيدي ومولاي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه المناسبة، مناسبة استشهاد سيدتي ومولاتي زينب الكبرى عقيلة بني هاشم أميرة الشام. هاي المواساة وأهالي كربلاء من 10 أعوام تقريبا بدأوا بعد الفتح الكبير اللي دخلوا إلى هذه المنطقة بعد محاصرة المنطقة من قبل الدواعش لعنة الله عليهم، فبدأت الرحلة وصار الفتح وبدأ تأسيس موكب أهالي كربلاء من 10 أعوام والحمد لله مستمر. في ذاك الوقت كان يوم اللي دخلنا السنة الأولى كان القصف القذائف والقناصات والهجوم، وكانوا العناء بعد عن الحرم السيدة زينب 160 متر، فتحدوا وحملوا القلوب على الدروع ووضعوا الأرواح على الأكف، ومن كربلاء هتفوا لبيك يا زينب وتحدوا ذاك الوقت اللي حتى الطائرات كانت متوقعة أن تضرب بالجو، ولكن دخلوا المنطقة وأحيوا هذه الليلة وهذه المناسبة بأفضل الإحياء والحمد لله رب العالمين. مستمرين بهذا النهج، والآن المطر والبرد متحدي أهالي كربلاء للنزول وإداء وتقديم التعازي إلى سيدي ومولاي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ويا سيدتي ومولاتي الزهراء لنحيي ذكرى بنتها زينب الكبرى. نحن مستمرين على هذا النهج والطريق إن شاء الله سيفتح إلى الأبد، ولا نتخلى عن زينب ولا نتخلى عن إحياء شهادة وذكرى شهادة سيدتي مولاتي زينب. موكب أهالي كربلاء سيرفع هذه الراية إلى الأبد إن شاء الله. مصيبة الخيام كانت ما ترد صوت يمرها الصوت مو مثلي حياطي تخيل لما صاح ومات الحسين فجيع وصوت مطر الصواويق رعب والخيل ترفس بالمجاتي وجت من صوبهم صوبي المساوي
كلها تصيح زينب كلها تصيح زينب حتى الأطفال جتنا الخيل عمّا نركض منيح عطش حر تراب مغطي الوجوه بشر ما عيدها رحمه ولا مسلمين.